بدأنا بالأمس حملة يوم بيوم علشان نوقف بيع الآثار المصرية المسروقة في الخارج. عايز أقول لكم نفاجأ، مش بس 43 قطعة من متحف توليدو أوهايو بيتباعوا في نيويورك، لا يا فندم مش بس دول، ده يعلن في بريطانيا ان في تمثال مصري لآلهة مصرية هيتباع في مزاد في لندن 15 ديسمبر. نفس اللي احنا بدأناه من سنة لما قلنا للدولة لو انت ما قدرتيش توقفي دخول التماثيل المصرية في مزادات، كل اللي عنده مجموعات وكل المتاحف زي ما قال معايا بالامس الاستاذ بسام الشماع المؤرخ والباحث في علوم الاثار، كله بدأ النهاردة يدور، طب ما انا بيع ال 20 30 حتة دول، طب ما بيع ال 50 حتة دول واجيب فلوس. النهاردة بتتكلموا على اسعار، يقول لك اه والله في المجموعة الفلانية دي نازلة ودي بتتباع وعايزين فيها 100,000 دولار، 150,000 دولار بداية السعر، وتبدأ المزايدات، يوصل بقى مليون، يوصل 2 مليون القطعة، ويلم المتحف ده فلوسه ويجدد نفسه على حساب اثار حضرتك اللي انت مش عارف تلمها من العالم ولا موجودة فين ولا ايه الحكاية. بينضم الينا في حملة يوم بيوم في محاولة لاظهار غضب المصريين والمواطن المصري على بيع اثاره المصريين في الخارج. انا تحدثت مع الاستاذ عادل عجيبة رئيس الهيئة القبطية الامريكية، وهو عايز اقول لكم ان هما بيستعدوا لاصدار خطاب وبيان رسمي وهيبدأوا يتحركوا. طب معانا على التليفون، معانا على الهاتف الاستاذ عادل عجيب رئيس الهيئة القبطية الامريكية. استاذ عادل مساء الخير. انت الفل، ازيك يا استاذ شردي، اخبارك ايه؟ اخبارنا زي الفل الحمد لله. بيبيعوا اثارنا وانت موجود في نيويورك، بيبيعوا اثارنا عندكم، بيبيعوا الاثار المصرية في مزاد علني خلال الاربع خمس ايام الجايين دول، هتعملوا ايه؟ طب انا عايز اسال سؤال، الاثار دي مع مين دلوقتي؟ الاثار دي موجودة في متحف توليدو اوهايو، وموجودة بقالها حوالي 60 سنة عندهم، واحنا كقطع متحفية مصر ما بتقدرش تطلبها لانها موجودة عندهم من زمان. انما اللي احنا بنحاول نعمله ان طالما انت متحف وحصلت على قطع اثرية من عندي وبتقول دي بقت ملكك، ما تبيعهاش بقى، يعني ما تطلعش تحولها الى ده مش موبايل بتبيعه. هم ده مش ده ما تتباعش ولا تتمن. اشكرك. حاجة اثرية لا يمكن اي حد يمد ايده عليها، دي بتاعت اجدادنا. هم عندهم اوكي، لكن يبغوها لا. البيع ممنوع. هتعملوا ايه بقى؟ هتقدروا تعملوا ايه معانا؟ احنا محتاجين راي عام في الولايات المتحده الامريكيه. دلوقتي احنا بنكتب بيان شديد اللهجه في العربي والانجليزي. هنحاول نوقف المهزله اللي بتحصل دي في الاثارات بتاع المصريه. وبعدين هنروح هناك يوم المزاد، يوم مزاد يوم ايه؟ يوم 25. 25 الشهر ده. هشوف العنوان فين وهنروح احنا مجموعه ونحاول نعمل حاجه ان شاء الله. وبعدين هننزل بيان شديد اللهجه، يمكن اوصله لك بكره، اوصل لسيادتك بكره ابعته لك، وبيان لكل جميع الكنائس وكل جميع المصريين الموجودين في امريكا. ادخلوا، انا عايزهم يبداوا يكلموا الـ 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 المسؤولين والسيناترز واعضاء الكونجرس. انا عارف ان في انتخابات والكل مشغول، انما يبعتوا للصحف الامريكيه، ابعتوا للنيويورك تايمز، اقلبوا الدنيا يا استاذ عادل. انا ابعت نيويورك تايمز، بس انت عارف نيويورك تايمز اكتريتها يهود، يكفي اسمعوا لنا شويه. ونبعت لواشنطن بوست في واشنطن، انا ابعت لكل يا ريت كل المسؤولين الموجودين هنا في امريكا، نشوف ايه المهزله بتحصل دي. في ناس مستفاده من الموضوع ده، مش معقولة نبيع اثارنا في المزاد العلني، دي اخر حاجة يعني، ده مش معقولة. طيب انا ايه اللي بيحصل ده؟ نتمنى منكم انكم تقفوا جنبنا في ده، واحنا هنتابع معاكم في يوم بيوم. الاستاذ عادل عجيب رئيس الهيئة القبطية الامريكية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.